خلي دي دلوقتي وهات لي الشمعدان. لا 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 سيبها ابتدي بيها. انت عايزاها دي ما تستاهلش خليها بعدين. معلش مش حكايه ابتدي بيها. طيب خلي الشابو. خلي شابو. شابو باي حريمي انيق لسه الليبل الاصلي بتاعه عليه اوكي من خمسينيات. نفتح المزاد ب 500 600 600 عند فريده هاني. ها مين هيزود؟ 700 انا 800 مين هيزود؟ 850 1000 جنيه 1000 عند احسان هانم. مين يزود؟ 2000 مين يزود؟ 2500 4000 5000 5000 عند فريدة هانم. حد هيزود؟ 100000 جنيه 120000 يا مدام فريدة أنصحك تسيبها لها. تسيبها لها 130 150 والله أنا ما مصدق اللي بيحصل ده. إحسان هانم 150000 200000 200000 عند فريدة هانم. مين هيزود؟ ألا هنا ألا دوي ألا تري. مبروك عليك يا فريدة هانم. مبروك يا مدام فريدة ولو اني شايف انه ما يساويش اكتر من 200 جنيه. احسن من التمثال اللي اخدتيه ب 500 يا حلوه. صوت يوم اوكي. الموضوع دخل في عند مدام فريده. احنا بنعرضها لصالح زبون. لو كانت بتاعتي كنت اديتها لك ببلاش. سيبو ستري جونتي بجد يعني. بس الموضوع ده مش هينفع يتكتب على النوت. ها بكره هجيب لك الفلوس كاش. بكره هتدفعي 200000 جنيه فريده كاش. عوني بطل زن. اوكي اوكي حاضر. والست دي انا مش هسكت لها. قلبات قلبت دي 60 بنت. ميرسي يا عوني. مبروك مبروك. اورفوار اورفوار. لا اوكي يا استاذ محمد انا مش مستعجله مستنياك. اورفوار. ايه بتبصوا على ايه؟ لا ولا حاجه. الشمسيه اللي انت لابساها انكرويابل. على طول مع التانية يا استاذ محمد على طول. استنى. لا انا كويسه خالص. انا تعالي بس كويسه. تعالي اقعد اقعد اقعد. اتفضل. ميرسي يا ديدي. هات هات هات. عرفت منين؟ انت بتعيط؟ لا لا يظهر داخل عليا دور برد ولا حاجه. برد؟ وايه اللي جابك؟ انا بخاف اتعدي. لا يا ديدي مش برد برد يعني. شميت تراب وانا داخل عندك هنا بس من بره. بص انا مش عايزه اعيا. حاضر. اوعى يكون عندك برد. لا يا حبيبتي لا. حد في النادي عرف اي حاجه؟ ديدي احنا اصحاب من واحنا صغيرين. صحيح ما بنكلمش بعض بقالنا سنين طويله انما بنشوف بعض في النادي هاي باي مش اكتر من كده. فأنا عارف طباعك كويس قوي. ما بتحبيش مخلوق يعرف عنك أي حاجة. فاطمني. يعني أنا مش عايزة بقى أبقى حديث النادي بقى ونميمة النادي وأصعب عليهم والحاجات دي. لأ مش بتاعة الكلام ده. أه طبعًا. هو ديدي هو أنت قاعدة لوحدك؟ يعني مفيش حد معاكي هنا؟ مفيش حتى شغالة؟ لأ أنا كان عندي واحدة اكتشفت إنها مدسوسة عليا. جايه تراقبني وتحكي لصالح كل اخباري فلما عرفت طردتها. ايه ده؟ معقول؟ ايوه لان الحادثه اللي حصلت لي ما كانتش حادثه عاديه كده بمحض الصدفه. لا الحادثه اللي حصلت لي دي بفعل فاعل قاصد ان هو يخلص مني صالح. ورحت بلغت عنه وجابوه في النيابه وزمانه محبوس. لا لا ما هو خرج. خرج؟ خرج؟ ازاي يعني؟ أنا اللي خرجته.
يا نهارك اسود. انت خرجته ليه؟ انت اتجننت بقى ولا ايه؟ برضه صالح هيقعد بينا؟ يبقى هو اللي قالك، هو اللي بعتك؟ ديدي صالح اللي بعتك صح؟ ديدي اهدي بس، صالح خرج عشان ما فيش ضده اي حاجه. يا سلام، وقضيه حسن دهشور دي مش ضده؟ لا اله الا الله، مال قضيه حسن دهشور بالحادثه بتاعتك يا ديدي؟ الارض، حسن دهشور اتقتل عشان الارض. انا يوم الحادثه بتاعتي الصبح كنت عند صالح وقلت له ان انا هاخد ارضي، وهو هددني بالقتل. يوم الحادثه بتاعتي هددني بالقتل. لا 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 يا ديدي، صالح ما يعملش كده، مش للدرجه دي. لا يعمل كده، هو ما عندوش قلب، ده ما حضرش دفنه ماما وما اخدش عزاها. انت اللهبل وطيب، وعشان كده بتخسر كل القضايا بتاعتك. نعم انا بخسر كل القضايا. انت جيتي بدري ولا ايه؟ هو انا جيت بدري مش عاجب، جيت واخري مش عاجب، المهم اني جيت وخلاص. هي دي صدفه يا شيرين. اسمعي يا صدفه، انا عايزاكي تحطي فريده هانم في عينيكي. عيني هي اسمها فريده هانم؟ وهي فعلا هانم، بنت بشوات، اصل وتربيه واتيكيت وذوق. انت ذوق منحول ابو الجهل اللي خلاكم حمير بشهادات. طب ليه الغلط ده بس يا فريده؟ انت تخلص وما تردش عليا، انت ساعه مستنياك تجيب لي تاكسي اتجننت؟ أنا ايه ده؟ انا اسف. فريده هانم وحضرتك خارجه؟ مين؟ انا شيرين. هو رجب ما قالكيش؟ ما دي شيرين هانم اللي جابت لحضرتك الشغاله. ابو هو الحقيقه مش انا اللي جايبها، دي ليلى. ليلى مين؟ انا ليلى اللي معاكم في الجروب بتاع الدكتوره منال. وانا صدفه. ايه دي معانا في الجروب انت كمان؟ لا دي صدفه، البنت اللي هتشتغل بس ابقى عادي معاكم في الجروب. لمدة؟ لا والله، ده انا ضمناها برقبتي، ذكيه ونضيفه وشاطره وشهله وخفيفه رشيقه، ريشه كده هتجري في البيت. لا وكمان مؤدبه وخجوله وقللت الكلام. انتي مش قللت الكلام خالص. يلا يا رجب يلا. طب وصدفه؟ انا النهارده ثانويه ماما، لازم اروح، مش هتاخر، استنوني. يا ساعه ساعه يلا وبالراحه. دي قمر، قمر ده انا والنبي افتكرتها خواجاية. خواجاية ايه؟ دي ست في منتهى الجليطة وقلة الذوق. انا مش فاهمة يا شيرين، الست دي صعبانة عليك ازاي؟ دي جبروت. يف يو مربي فيها كتاكيت ياكي يو. ايه الولية يا فندم؟ مش قلت لك تجيب لي حاجة نظيفة؟ والله العظيم نضيف وزي الفل. شايفة ده فريدة، اسمحي لي اوصلك. عندك عربية؟ ايوه عربيتي نظيفة وبغسلها وريحتها تعجبك قوي. فين العربية؟ هي اتفضلي اهي. اتفضلي اتفضلي. وديني ماما، انا رجعت لك الشابو بتاعك بتاع برشيد باردو. يا رب تكوني بقى مرتاحة دلوقتي. هو مين مامبو اللي مات ده؟ مامبو دي يعني امها بس بالفرنساوي. امها؟ مين؟ أنا آدم يا ماما. آدم؟ أيوه. إزيك يا ماما؟ إزيك يا آدم؟ إيه اللي جابك؟ ليه ما قلتليش؟ مين اللي قالك؟ إيه؟ كمان مش عايزين أعرف؟ يعني كنت هتعمل إيه يعني حتى لو عرفت؟ هو انت قاعدة هنا لوحدك؟ قاعدة بقى لوحدي، مش قاعدة لوحدي، مش حكاية يعني. هو انت آخر مرة جيت لي البيت ده فاكر امتى؟ طبعا مش فاكر. فاكر آخر مرة انت شفتني فيها امتى؟ مش فاكر. يوم ما طردتني. انا ما طردتكيش يا ماما. لا طردتني، طردتني ووقفت قدام الباب وما دخلتنيش بيتك وفرجت عليا اللي يسوى واللي ما يسواش. يا امي مش انت اللي دايما كنت تقولي لي ان ما يصحش ان حد يزور حد من غير ما ياخد ميعاد؟ انا مش حد، انا امك. طيب وانا انسان قبل ما اكون ابنك، يعني من حقي ان يكون ليا حياتي الشخصيه اللي ولا حد يخترقها في اي وقت كده. انا مش عايز اخترق حياتك، انا دورت عليك لاني كنت خايفه عليك وقلقانه. غلط؟ لا مش غلط، بس انا مش جاي اتكلم في كده. امال جاي تتكلم في ايه؟ انت فاكر
انت عشت معايا في البيت ده قد ايه؟ ما هنش عليك تستضيفني في بيتك 5 دقايق؟ كان كتير عليك؟ يا ماما مش حكاية 5 دقايق، انا محتاجة احس ان البيت ده بيتي. ما هو بيتك وانا جاي اخده منك. بقولك ما كنتش عارفة عنوانك، خفت عليك، دورت عليك، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة، ممكن ننسى الموضوع ده وتطمنيني عليكي لو سمحتي. بجد مالكيش حق، مالكيش حق تخبي عليا كده الموضوع بتاع الحادثة ده. انت كمان غيرت مكانك وغيرت عنوانك تاني ومبقتش عارفاه، وعلى فكرة انا مش عايزة اعرفه. حاولت اكلمك في التليفون، حاولت ابعت لك مسجات، وشفت المسجات وسمعتها وما ردتش عليا. والله العظيم ما شفت حاجه ولا سمعت اي حاجه. لا سمعت وشفت وما ردتش. ماما معلش بس ده ابتزاز عاطفي. ايه الكلام المجعلص اللي انت بتقوله لي ده؟ ايه ابتزاز عاطفي ده؟ ايه هو انا غلطت يعني ان انا كنت محتاجه لك ودورت عليك؟ لا ما غلطتيش، بس الطريقه دي ملهاش غير اسم واحد، ابتزاز عاطفي. بكره تكبر وتتجوز وتخلف وتحتاج لاولادك، ولما يقولوا لك كلمه زي دي شوف انت هتتوجع قد ايه. مختار؟ لا انا مش مختار، بس لو عايزاني ابقى مختار هبقى مختار برضو. انت تؤمري يا جميل. انت قليل الادب قوي قوي. انت ايه يا ست، انت مش عارفه تطلبي نمر تليفون؟ ليه بس؟ والله العظيم ما انا بعمل اللي بتقولي عليه بالحرف اهو. نعملها تاني. هروح على الدايره اللي فيها الواد ابو قميص رمادي، صح، ادوس عليها خلاص هيطلع لي اول اسم اهو، الدكتور مختار. اطلبهولك واديهولك يا رب المره دي. اهو اتفضلي. الو بونجور ديدي. زي ست، ازيك حبيبتي؟ لا انا كان بقالي كتير قوي ما سالتش عليكي، اخبارك ايه؟ وازاي يا محمود؟ مات؟ الله يرحمه، الله يرحمه يا حبيبتي. انا اسفه قوي. البقيه في حياتك حبيبتي، البقيه في حياتك. انا اسفه ما كنتش عارفه خالص. اكيد اكيد هنشوف بعض، ضروري ضروري يا حبيبتي. اوكي خدي بالك، باي باي. مين اللي مات؟ انتي مالك مين اللي مات يا رب تموتي؟ انا اموت؟ ايوه. ايه زيزات دي هيت اللي انتي اديتيها لي؟ ما بطقهاش وهي ما بتطقنيش. وانا مالي انا؟ بس ما توصلش انك تدعي عليا، ما انا بعمل اللي انتي بتقولهولي. حد قال لك تعملي لي تليفونك هيروغليفي؟ هعمل ايه يعني؟ بس الراديو اتفتح ومش هيتقفل. ايوه بس بردك، وقاعده تضربيني وتعضيني طول المكالمه. انا ضربتك انا وعضيتك انا؟ انا جيت ناحيه انا مش لاقياك. وانا ماليش اهل ولا ايه؟ مش كفايه ان انا شايلاك طول العمر اللي بينا دوت؟ ايه طول العمر؟ انا بقالي يومين بس اللي عارفاكي. طول العمر ده ايه؟ يومين بسنين بينا. بسنين؟ بص بقى مش عاجبك امشي خلاص، انا مش عايزاك. انت كمان بتطرديني؟ طب والله العظيم ما انا ماشيه وانا قاعده لك في البيت ده ولا ثانيه. هو ايه انت فاكراني خلاص رخيصه؟ لا ده انا عندي كرامه وكرامه. يلا يا حبيبي نوم العوافي يا رب، تصبحي على ألف خير. عايزة أي حاجة تاني؟ ما تقفليش النور. ليه؟ علشان مش عايزة الناس تفتكر إن أنا نايمة، عايزاهم يفتكروا إن أنا صح. طيب حاضر، اللي أنت عايزاه. تصبحي على خير يا حبيبتي. لو في حاجة اندهيلي. صدفة صدفة صدفة. أيوة صدفة. أيوة أيوة أنا جاية. أيوة سامعة؟ أيوة سامعة؟
ايوه سامحه. شوفي في ايه؟ لا 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 انا خاف لحسن يكون في حرامي يغزني، انا هروح عند هراجه. ايوه عند هراجه. ماشي. لا 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 ايه؟ خديني. تعال خديني. تعال تعال حبيبتي. يخرب بيت امك، يخرب بيت امك. الحق مدام فريد صاحب العماره جاب كلب جديد. صدفه؟ نعم. عايزه روج السمار حالا. يلا يا صدفه، يلا يا حبيبتي. حاضر. هو بس طب انهي هو ده اللي هو اللون البؤبؤي؟ يعني ايه بؤبؤي؟ مفيش حاجه اسمها بؤبؤي. اللي هو بؤبؤي وفحلوقي، تاخدي انهي واحد؟ وفي الوان كده؟ ايوه طبعا. لا انا عارفه، عارفه سمكه السلمون لونها ايه من جوه؟ هي دي. يا دي التعجيز يا رب. هو كمان في سمكه اسمها سلمون؟ لا انا ما اعرفهاش، انا ما اعرفش غير السمك البولج. بصي هاتي افتح حاجه عندك. حاضر. بصي انا عندي واحد كده لونه بصل، يمشي معاكي؟ هاتي. طيب. كويس قوي ماشي. وبعدين ما تقولي البرتقاني يعني. يا اختي انت كمان ها كده حلو كده. ده تحفه تحفه رسامه. اوعى تكون مش هلفطه وش. لا عيب، ده انا عينك بجد. والله هاتي هاتي حبيبتي. خدي هاتي. ده فيها روج؟ لا مفيش اي حاجه، زي الفل، شمس منوره بجد تحفه. مين اللي جاب الدولاب ده هنا؟ لا دولاب ايه؟ دولاب صلي على النبي في قلبي، ده الزن. يا نهار اسود، يعني ايه زن؟ ده دراعي يعني. يا نهار اسود، انت لابسه كل الهدوم؟ لا والله ده انا مخففه، بس انا ايه عقبال املتك كده مقلوظه شويه. يعني كل ده لحمه؟ شحم ولحم. انت بس سيبي لي نفسك وانا هخليك ايه بطايه. لا لا هنا مفيش طبيخ، هنا مفيش اكل، ولا زبده، ولا سمنه، ولا زيت، ولا اي حاجه من دي. اوعي تقول لي كمان ولا محشي؟ ولا محشي، بالذات المحشي، ولا محشي. حاضر حاضر. وبعدين انت فين اليونيفورم؟ الراجل ما خلصش اليونيفورم؟ ده كان جوه كنت داخله البسه بس انت ندعتيني. انت تصحي من النوم تلبسي اليونيفورم. حاضر. يلا. حاضر. يلا غوري. حاضر. غوري. حاضر حاضر. يا مامي يا مامي. ايه يا زفته في ايه؟ مالك بتخبطي كده ليه؟ خشي. ايه الخبط ده؟ دي طريقة تصحيني بيها؟ صباح الخير يا ديدي، أنا شيرين. في حاجة شيرين؟ حصل حاجة؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة، أنت صاحية متأخرة كده ليه النهاردة؟ شكلك شربتي امبارح بعد ما سبناكي. لا ما هو أنا ما بعرفش أنام غير لما أخد المنوم بتاعي من ساعة الحادثة. طيب يا حبيبتي أنا كنت جاية عشان أقول لك وراكي إيه النهاردة؟ رأي إيه النهاردة؟ يا صدفة! أيوة قولي لها ورانا إيه؟ بروجرامنا إيه النهاردة؟ ما اقولكيش بقى على البروجرام بتاعنا، حاجه قمه في التجديد. هنخرج بقى من الاوضه الجميله دي عشان نروح للصاله اللي عمرنا ما شفناه، عشان لما تدق الساعه 3 بالظبط نشوف الحلقه الفرنسيه. واه على الجمال والكوميديا، جميله. طيب ايه رايك تروحي حفله النهارده بالليل؟ يا ريت والنبي، انا نفسي اروح حفله. ايوه والنبي خدني معاك الحفله. انت يا زفته مين قالك ان انا هاخدك معايا حفله حتى لو رحت انا الحفله؟ ليه بس؟ انت لازم تخرجي من البيت ده، خلاص الهوا كمكم علينا. لا هروح زفت ولا حفله ولا نيله، انا مش عايزه حد يشوفني كده خالص. حتى لو كانت الحفله دي لادم؟ ادم؟ انت جايه تعفرتيني بقى على الصبح ولا ايه؟ لا والله، بس انا متاكده انك هتتبسطي قوي لو حضرتي له. طب بذمتك هو مصعبش عليكي لما جالك وطردتيه؟ لا لا مصعبش عليا، ومحدش يعرف ايه اللي حصل بيني وبين ادم، ومش عايزه حد يجيب لي سيره ادم. وانت يا زفته ما تدخليش عليا حد من غير ما تقولي لي. حد من دي صاحبتي؟ دي همجيه. دي انت همجيه؟ لا انا اسفه والله. تعالي يا زفته تعالي. نعم. لابسه اليونيفورم؟ ايوه. كويس، بس بقول لك البتاع ده خانقني، ما تخليني احط عليه جلابيه ابقى مرتاحه. بنضفك يا بلدوكس بنضفك.
لازم اموتك زي ما موتت الكلب بتاعي. ايوه يا يحيى طلع عندك حق، كلكوا عندكوا حق، انا ظلمت صالح. مين؟ مين؟ سيبني سيبني يا صدفة يا صدفة يا صدفة. بس يا ستي ونزل من عندي الساعة 12 بالليل تلاقي روح لقاها معلقة له الشبشب على الباب. الحقوني الحقوني، فريدة هانم بعتتنا اجيب لها الجل دوت اللي بتستحمى بيه، ومن ساعة ما جيت عمالة رن عليها الجرس وهبت على الباب ما بتفتح، شكلها ماتت. ما تتقفي من بقك، ما يمكن نايمة. لا لا مش نايمة، لأنها لو نايمة كان زمانها صحت، لأن نومها خفيف. أنا عمالة أخبط عليها ما بتفتحش، دي ماتت. طب اجري ده راجع بيكسر الباب. أنا أقدر أكسره ومسكه، بس أنا خفت أكسره أحسن ما ألبسها لوحدي لما ألاقيها ميتة. قلت استنى حد يلبسها ماتت. أنت خلصي بقى. ماشي. جنبك بس لغايه سيبوني. طب امشي بره، خليك انت صدفه معاه. مش عايزه صدفه ولا زفت. يلا بره طلع من بيتي. معاكي رقم بره؟ اه معايا على الجروب الميد. استاذه شيرين انت ايه اللي جابك؟ والنبي انت حنينه. طب استني تعالي. انت بتعملي ايه؟ شكلها نامت. سلكت المفتاح قبل ما اخرج.
فريدة فقدت بصرها في الحادثة أنا كان هين عليا أموت نفسي. مريت بظروف صعبة قوي، أصعب أوقات مريت عليها في حياتي. مكنتش أتخيل إن أنا بالجبن والندالة دي إزاي أسيبها لوحدها في الشارع وأمشي. رجلي داست على البنزين كأنها مش رجلي ولا دي أنا. أنا لو كنت رجعت لها ونقلتها المستشفى ما كانش حصل لها كل ده. نادي الجزيرة. انتي قلتي لفريدة الكلام ده؟ حاولت اقول لها، كل مره كنت بدور عليها وبحاول اوصل لها عشان اقول لها، ببقى محضره نفسي ومجهزه الكلام، بعد كده ما بعرفش ايه اللي بيحصل. انتي متاكده انك عايزه تقولي لها؟ اهون عليا من العذاب اللي انا عايشه فيه. ومستعده تتحملي عواقب الاعتراف ده ايا ما كانت؟ أنا عايشة في كوابيس، أنا بيجيلي بانيك أتاك، أنا أطرافي كلها بتنمل وروحي بتتسحب مني، ولما ببص لنفسي في المراية بحتقر نفسي. أرجوك ساعديني يا دكتور بنان، أنا ما بنامش خالص. طيب اهدي ساعديني. أكيد. خشي قولي لي ايه اللي حصل. اللي حصل ان دلوقتي الست هانم بتفرقني وشايفه ان انا اللي خدت منها الخاتم وبيتهيأ لها ان انا حراميه. بيتهيألي؟ انا بيتهيألي الخاتم كان ضايع ولا ما كانش ضايع؟ ايوه كان ضايع بس الاناء. اعمل انا ايه؟ افهم ايه؟ انك سرقتيه؟ بيتهيألي برضو ان انا ضربت بعربيه واحد ما عندوش قلب ضربني بالعربيه وهرب؟ برضو كان بيتهيألي ان في واحد مستنيني في الحمام وعايز يموتني؟ بيتهيألي ان اخويا واكل حقي في الارض وبشحط فلوسي منه؟ يمكن كمان بيتهيألي ان انا مش عامية، ان انا بشوف. مش كده بس بقى، سيبوني اعتبروني ان انا ست مجنونة وجنان بجنان. بقولكوا ايه، وكيل النيابة قال اكشفوا على قواها العقلية، وروني بقى هتعملوا فيا ايه، ودوني مصحة، ودوني في اي خرارة، ابعدوا عني. ديدي شفتي عشان تعرفي بقى انا مستحمله ايه. اتفرجوا اهو اللي انا بيحصل. هي اللي وصلها للحاله دي؟ انا ايش عرفني؟ روحوا سالوها هي. هي من يوم ما وقعت في الحمام وهي اتلبست وبقت زي ما انت شايفه كده. النهارده خرجت مع استاذ يحيى ورجعت، ومن ساعه ما رجعت وهي بهدله وشتيمه وخلاص. وبعدها من الصبح اصلا، وهو كان يوم اسود، صحيت الصبح ما لقيتش الخاتم بتاعها. يبقى مين اللي سرقه؟ انا. قعدت تبهدل فيا وفي الاخر لقينا الخاتم مرمي تحت الكومودينو. طب الحمد لله ان انتوا لقيتوه. حصل خير يا ست؟ لا ما حصلش خير، عشان انت ما شفتيش هي عملت فيا ايه. دي بهدلتني، ده كان خلاص فاضل سنه وهتضربني. انا نزلت الاجزخانه اللي تحت قست ضغطي، قالوا لي ان انا ضغطي عالي جدا، يعني انا ممكن اموت. وانا اصلا كل اللي مسنود عليه في حياتي هي الجده اللي قدامك دي، يعني لو اترميت محدش فيكم هيجي ياكلني الاكل ببقي، لا هترموني زي الكلبه. معلش صدفه، الظروف اللي هي بتمر بيها دي صعبه على اي حد. هي بس بتكابر، وانتي طيبه وجدعه وبنت بلد، مش هيهون عليكي تسيبيها وهي في الحاله دي. يعني دي لو اختك ولا مامتك كنتي هتقولي كده؟
ما كنتيش هتستحمليها؟ يا ست والله العظيم هستحملها وانا بحبها واشيل جذبتها كمان فوق دماغي، بس على الاقل الاقي تقدير، الاقي شكرانيه، لكن قله قيمه وفي الاخر تسرقني انا على حراميه. خلاص يا صدفه خلاص، لو على الشكرانيه انا بشكرك يا ست. العفو. امسكي دول. انا مش عايزه فلوس والمصحف ما عايزه فلوس، وانت فاهمه ان انا بعمل كده عشان فلوس، انا عايزاها بس تحترمني وتعرف ان انا مش عايزه اسرقها ولا عايزه منها حاجه، ان انا خايفه على مصلحتها. انت تستاهلي اكتر من الفلوس وتستاهلي كل حاجه كويسه، انا بس عايزاكي تهدي، خدي شنطتك وخشي وانا هتكلم معاها، انا اوعدك. تمام يا انسه شيرين، بس بعد اذنك انا عايزه اجازه، لان انا اقسم بالله اتخانقت وجبت اخري. انا هتكلم معاها في موضوع الاجازه. تمام شكرا. امسكي دول عشان ما ازعلش منك. مش عايزه حاجه يا انسه شيرين، شكرا. هي سيري. كول يحيى. Calling يايا. يا يحيى. ايوه ديدي ازيك؟ ها في حاجه ولا ايه؟ تهيألي يا يحيى ان انا اتجننت فعلا، انا بيتهيألي حاجات غريبه جدا. لا يا حبيبتي ما اتجننتيش ولا حاجه، الف سلام عليك. لا 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 انا انا ما بيتهيأليش، تعال على طول. معرفتش تلمح اي حاجه من ملامحه يا رجب؟ لا والله يا باشا، وبعدين الدنيا ضلمه زي ما حضرتك شايف، هو الولا فتح انا فتحت وراه سبرنج، هو يجري وانا اجري لحد ما عديته تهت قمت راجع. ايه اللي اتسرق بالظبط يا مدام فريده؟ لا انا ما شفتش اي حاجه، انا بس حسيت ان في حد في البيت، قعدت انده صدفه، ندهتها كتير جدا جدا. يا فندم مدام فريده ما تعرفش طبعا حضرتك زي ما انت شايف كده. وانت يا صدفه ما لاحظتيش اي حاجه اتاخدت من البيت كده؟ ليه يا باشا ما لحقتش الاحظ، ده انا بعيد عنك كان هيجيلي شلل. بعد الشر عليك. تعيش. اصلا انا مؤاخذه يا باشا، كنت لسه خارجه من دوره الميه ولسه بعد الهدوم، قمت لمحت بقى الحرامي قام جرى على اوضه الاثار. اثار؟ اثار ايه يا مجنونه انت؟ انت مجنونه؟ انت تافهه ومش فاهمه حاجه وغبيه. اثار ايه يا فندم؟ ما فيش حاجه اسمها اثار، دي شويه مقتنيات مدام فريده كانت مشترياهم من المزادات. انتيكات انتيكس. فين الاوضه دي يا صدفه؟ اللي قدامك دي يا باشا. يا فندم بقول لك دي مقتنيات مدام فريده وخاصه بيها. طيب استاذنك ابص عليها. لا حضرتك سبت كل الموضوع وقعدت عايز تشوف الاوضه دي. انا ما سبتش حاجه يا مدام، هو مش الحرامي اللي دخل كان عاوز يفتح الاوضه دي؟ يبقى لازم اعينها بعد اذنك. ممكن تفتحيها؟ يعني بس ما تمسكوش حاجه، عشان لو حاجه اتكسرت دي حاجات دوفالور مش عارف اعوض. انا عارف شغلي كويس. طيب هقوم اجيب هتجيب المفتاح من اوضتي. انا جاي معاكي. انت جاي معايا اوضه النوم؟ يلا يا فندم بعد اذنك. يا لهوي قبضوا عليها. اخرب بيتك وبيت سنينك وبيت اليوم اللي شفتك فيه يا صاحبي. يا نسبت لسانك فالت وحماره، يا ريتك بتقولي الحق. قبضوا عليها. ايه انطق وراك يا باشا. الله الله، ويا ترى بقى الحاجات دي ليها فواتير وورق ولا لا؟ دي ولا مغارت عليه بابا يا باشا. بتخبطي في ايه؟ بتخبطي في ايه؟ اوعي حاجه تتكسر منك. هموت فيها دي بقى. حاضر. طب بطلي هبد. مفيش مكان تاني يا دي ممكن نلاقي فيه فواتير؟ انا عارفه بقى، شريت الحاجات دي اهيت من سنين، هفتكر حطيتها فين. انا لقيت فواتير تاني اهي. عموما ما تقلقيش يا ديدي، انا بكره هاخد الفواتير دي كلها واطلع على النيابه اخلص الموضوع. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل لي ده، انا خلاص ما بقتش قادره استحمل. انا بقول بقى احنا نجيب راجل حداد يقفل لنا شبابيك البيت ده كله بالحديد عشان نبقى في الامان. يا سلام، وانت فاكره يعني انا هعيش في سجن؟ ده انت هتسجنيني قريب، مش عايزه اسمع صوتك، كفايه اللي انا فيه. طب ايه رايك يا ديدي لما نجيب كاميرات مراقبه؟ لا دي غاليه قوي، ده احنا نعزل ارخص لنا، على الاقل نغرم البيت الكئيب ده. البيت الكئيب ده هو بعد المشكله دي ما تخلص انت مش قاعده فيه، ايه رايك بقى؟ خس عليكي بعد الحب اللي بينا ده كله تقول عليك عشرتي. حب ايه ونيله ايه؟ ده انت من يوم ما جيتي ما فيش غير مصايب انا شايفاها من ورا وشك. طب صلوا على النبي يا جماعه واحترموا وجودي. مين اللي مزعلك يا صدفه؟ الظلم وحش يا باشا. انسي ليه؟ طب بقول لك ايه،
ما تخلي قبلتك تأمر لنا بكوباية شاي. ايه قبلتك دي؟ هو انا خالتك؟ خلاص اسفين، خلي الهانم تأمر لنا بكوباية شاي. اعملي له شاي وهاتي له انجلش كيك وحضري عشا. يلا ما تسيبيهوش على لحم بطنه. يلا حاضر، انا هجيب كل الحاجات اللي قلت عليها، بس بلاش الانجلش كيك عشان خاطر هو خلص. مين اللي أكل الإنجليش كيك؟ أقسم بالله ما أنا. أمال مين؟ الله يرحم، الله يرحم المشة بدود اللي كنت بتفطري بيه الصبح. لا بصراحة يا أبلة. برضو أبلة؟ قصدي هانم، يعني الظلم وحش، أنا اللي كلت الإنجليش كيك عشان كنت جعان، بس والختمة الشريفة هدفع حقه. بون أبتي. هو إيه الأبو بوتي دي؟ أنا ما أكلتوش، كان فين في التلاجة؟ سي إمبوسيبل. ألف هنا على قلبك، هروح أنا أعمل الشاي، عايزين حاجة؟ مين دي؟ صوت مين ده؟ صدفة. صدفة؟ يوم اللي بقيت تتكلم بالطريقة دي؟ ايو 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 عليكي ايو. بعد اذنك يا أبلة هروح أأمن لها المطبخ. تاني أبلة؟ لا يطلع عليها أبو بتيدي. لازم تخلصني، لازم تخلصني من اللي أنا فيه. حاضر يا ديدي. ها؟ بكرة الصبح. هدي وحشينا قوي 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 يا ديدي هاني، ده انت وحشينا من دلوقتي. ايه هو أنا هجرت؟ انا هقعد يومين واستنى لحد لما المتولي اللي فوق ده يمشي. يحيى مش حواسيك تخلص الحكايه مع الخبير بسرعه علشان ارجع بيتي، مع اني مش بعرف انام على سريري. هنام على سريرها ازاي؟ سيبي الموضوع ده عليا يا ديدي. يا شيخه نيلي انت كنت نفعتي نفسك الاول. رجب. ايوه. من فضلك يا رجب اوعى حاجه تنزل من البيت من غير ما تقولي خد بالك من البيت. انت ما بتردش ليه يا رجب؟ من عينيا. عمى في عينك، رد عشان اعرف انك انت سمعتني. صدفه؟ نعم. خدي بالك من حاجتي، مش عايزه حد يلمسها. برقبتي يا جيجي هاني. يحيى خلص الموضوع بسرعه من فضلك يا يحيى. ما تقلقيش يا ديدي، مش انت قايله ان انا موجود؟ يبقى كلامه خلاص ولا ايه؟ لا حقيقه. صدفه؟ نعمين. نزلتي المخده؟ ايوه ديدي انا لسه حطاها على الكنب. طيب والشبشب بتاعي؟ في الشنطه. والمكياج؟ في الشنطه. والشعر؟ في الشنطه. لا الشعر على راسي، الميزومبلي اللي في الشنطه يا حماره. عسل عسل، تحب قوي تهزر معايا. يلا اتوت شيري. مع السلامه يا ديدي. انا حاجه بكره اطمن عليكي. ده بعد اذن شيرين. يا خبر، ده انت تشرف. يلا زهقت. يلا يلا يا جدي. اتفضلي. على مهلكوا بقى عليها، لا تكفوها على وشها عشان هي مش شايفه. اخرسي اخرسي يا حماره اخرسي، كل الناس سمعتك فضحتيني فضحتيني. يلا يا ديدي ثانية واحدة، افتح الباب المروحة والحمام على الشمال اهو زي ما وريتك. اوكي يلا بينا. انت رايحة فين؟ هساعدك. لا تساعديني في ايه؟ هحميك يا ديدي. تحمي مين؟ امشي خلاص، انا كويسة خالص خالص. متأكدة؟ اه. تحميني ديدي انت كويسة؟ اه انا كويسة. يعني مش محتاجة مساعدة؟ لا. اوعي تكوني وقعتي. نو. تصوري كوافير بتاعي بيكلمني كل يوم من يوم الحادثه، اضطريت اقول ان انا مسافره. عمري ما اتاخرت عليه 30 سنه، كل اسبوع بروح له في نفس الميعاد. مع ان شعرك جميل قوي، بجد مش محتاج تروحي الكوافير. لا انا مش بروح بس عشان شعري، انا بروح اعمل صبغه، بروح اعمل تنشور، مانيكير، بيديكير، متواياج. لا بعمل حاجات كتير. مش محتاجه ولا اي حاجه، انت قمر. تصدقي ان انا عمري ما غيرت اللون ده؟ غوش فو. وي بيان سو مدام فريده. لا لا لا، وي بيان سور. بيان سور 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 سور. وي بيان سور. ضحكتيني. من زمان كنت لازم اقرا روايه، ماما عودتني انها تحكي لي حدوته قبل النوم. لما كنت بقرا روايات كل ابطالها كنت بستناهم بالليل لما اخش السرير عشان اعرف حكايتهم ايه، كانهم اصحابي وهيحكوا لي الحدوته. تصدقي دلوقتي بقيت اخاف اخش السرير. طب وايه اخر روايه قريتيها؟ لغوش إلينوار. تتكلم عن ايه؟ عن ولد كده بيحاول ياخد حقه من الدنيا عشان في ناس أكلوا حقه، بس ملحقتش أكملها. معلش معلش.
انت هتنامي فين؟ ما تقلقيش في اوضه ثانيه. طب بنوي بنوي يا حمد ما تطفيش النور، ما تستغربيش انا كل يوم عندي امل ان ربنا يرجع لي بصري تاني، ولو طفيتي النور مش عارف. بنوي الزم حدودك يا جدع، انت حته بواب يعني كبيرك تقول الاسانسير يا اللي في السابع. من فضلك اتكلم كويس. وبعدين اقول ايه يا اللي في السابع؟ اذا كان العماره كلها 5 ادوار. بس يا رجاله في ايه؟ انتوا هتموتوا بعد مش كده؟ في ايه يا صدفه؟ مالكم بتخانقوا كده ليه؟ الحقيني يا انسه، 20 الرجاله هيقطعوا بعد عليا. يعني ايه هيقطعوا بعد عليك؟ يعني هيموتوا ويتجوزوني وانا مش عارفه اعمل ايه. تاريكي متشيكه وعامله حواجبك. ايوه اسكتي يا انسه شيرين، ده الحواجب دي واضح انها كانت قافله الدنيا في وشي. شوفها اما شلتها فتحت على البحر. دي فتحت على الرابع. هي كده فتحت. طب ايه الحكايه بقى؟ فهموني. ملوش لزوم الحكاوي والحاجات دي، انا خلاص ماشي. رايح فين؟ الاوامر جات لي بكده، بس قبل ما امشي احب اطلب منك ايد مجمع البنات ده. لا انا اللي هطلب ايديها، انا اولى من الغريب. ده راجل غريب ما نعرفلوش اصل ولا فصل. ايه اللي ما نعرفلوش اصل ولا فصل؟ انا اسال عني في البلد، انا راجل عندي ارض وبيت وجواميس، عايزين نزودهم. طب بدل ما تتخانقوا كده، ايه رايكم ناخد راي سمو الاميره؟ لا ايه اللي تشوفيه انت يا انسه شيرين. حس كده بقى، يبقى روحي انت هاتي الشربات للعرسان على ما انا بقى اشوف المزاد هيرسى على مين. عيني عن اذنكم. مكسوفة ولا بتعطس ولا دي حالة؟ طب يلا بينا احنا نتناقش في الموضوع ده، نشوف هنعمل ايه. حريم اولا. اتفضلوا يلا كل واحد يقولي العرض بتاعه. انا عندي اوضة فوق سطح العمارة واوضة تحت بير السلم، اذا وافقت بامر الله افتحهم لها على بعض. الله ممتاز. وانا ابويا بني لي بيت في البلد، وانا بنيت بيت هنا، ولو وافقت بامر الله هفتحهم لها على بعض. الله الله ممتاز برضو، بس مش عارف ليه حاسه العروض كده شبه بعضها، يعني مش مميزه. انا حسدتها في البيت واقعدها وعافيها من خدمه البيوت. وانا هاخدها تعيش في بيت اهلي، واهلي هم اللي هيخدموها. بس هيتجوزها على مراته. ما انا قايل لك ان مراتي دي كانت مرات اخويا لما مات، انا اللي شلتها. طيب على العموم احنا ننده على صدفه ونشوف رايها. ايوه يا انسه شيرين، انت عايزاني؟ هو انا لسه ندهت؟ طب اتقلي. معلش، هو في حد غريب؟ بص يا ستي، العروض البيل بواب ناوي يتجوزك ويستتك ويعفيكي من خدمة فريدة هانم، بس تبقي مرات البواب بقى فتخدمي على سكان العمارة كلها. أما بقى سعادة الباشا هياخدك بقى البلد ويتجوزك ويستتك، بس هيتجوزك على مراته. قلتي إيه؟ القول قولك يا أنسة شري، وإني مقطوعة من شجر من بعد البعيدة أما الله يرحمها ما ماتت، وهي سايباني في الدنيا لوحدي. فاني بقى أسيب لكم انتوا الموضوع، لان انت بعتبرك زي يوم الله يرحمها سني، ومدام ليلى بعتبرها زي خالتها الله يرحمها تحيه، اما فريده هاني. خلاص فهمنا. فزي ما بقول لك بقى كده، اللي انتوا هتختاروه لي ايا كان ايه هو انا موافقه عليه. مالك يا لولو؟ ايه اللي مزعلك؟ عارفين يا بنات، وانا واحمد اخويا صغيرين كان دايما هو لما يجي يفقش بيضه تطلع له بصفرين. يا صلاة النبي، انما انا كل ما افقش بيضة تطلع لي بصفر واحد. يا ساتر يا رب. ايوه انا عارفة، طول عمري بختي قليل، ما هو قليل البخت بيطلع له العظم في الكرشة. معلش يا ليلى، مش بيقولوا كل تأخيرة وفيها خيرة؟ بصي يا ليلى، اللي معرفتيش تعمليه النهاردة تعمليه بكرة دوبل، كل حاجة نفسك فيها اعمليها دوبل. طبعا علاوتك يا ديدي هانم كده، وانت المزاج عالي وعالي العال. ايوه كده، فكها علينا بقى الله يفرجها عليكي. والنبي يا ديدي، مش عايزين القعدة دي تقلب صعبانيات. ها صح، لا للصعبانيات. كملي يا ديدي الحكاية اللي كنت بتحكيها لنا. انا ويحيى بقى كنا بنحب بعض قوي، وكنا خلاص هنتجوز، اهله واهلي كانوا موافقين، وكانت الحكاية ماشية زي الفل. وفجأة قبل الجواز بأربع خمس أيام حصل مصيبة. إيه اللي حصل؟ واحد من عيلته قتل 3 من عيلته. يا لهوي. آه
بابا بقى يعمل ايه؟ لغى الجوازة طبعا. اكيد. فانا قلت ليحيى ايه؟ ايه؟ طب ما تيجي بقى يا يحيى نعمل زي روميو وجولييت ونهرب ونتجوز. الله، وهربته؟ طبعا ما طلعش روميو، طلع خايب زي ما قلت لك. عرفت ليه بقول لك عليه خايب؟ عرفت. بابا بقى ساعتها جوزني ابو ادم، ما كنتش بحبه ابدا 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 ولا بطيقه. وليه فرفوره ما حبتهوش؟ عشان بارد وتلم ودمه تقيل. على فكره في ناس كتير قوي بتفتكرني ان انا كمان بارده. صح، انا اول ما شفتك برضو كنت بقول لشيرين دي بارده وتلمى، بس طلعتي عكس كده خالص والله. لا 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 صبري، والله انا مش كده خالص والله. انتوا عارفين يحيى الوحيد اللي فاهمني في الدنيا دي، حتى ابني مش فاهمني. يحيى الخايب؟ اه يحيى الخايب. طب صحيح يا فريده، انت مش هتقولي لادم على العمليه؟ ليه؟ هو انت شفتي ادم جالي اخر مره امتى؟ ما انت برضو اخر مره عملتيه وحش قوي. طب مش يمكن لما يعرف انك هتعملي العمليه قلبه يحن ويجي؟ هو لازم يعرف ان انا بين ايدين ربنا عشان يجي يشوفني. ايوه طبعا. الله، مش تقولي اللي منك، افرضي بقى امر الله نفد، مش يلحقوا يشيلوكي ويجروا بكي. بعد الشر ايه اللي بتقولي ده؟ يا خبر اسود عليكي وعلى قرك وعلى طريقه كلامك الهباب. امي بسرعه اشوفي البسبوسه اللي في الفرن احسن تتحرق. ايوه صح، ده انا نسيت البسبوسه. بسبوسه بس. صدفه؟ نعم. في قشطه؟ انت اللي قشطه يا قشطه، وبعدين لو مفيش قشطه اوجدها لك حالا. يلا يا صدفه ولعيها. عارفين اسوأ حاجه ان انت تفضل تحب انسان، تفضل تحبه، يزعلك وتحبه، يضايقك وتحبه، يجرحك وتحبه، وتقول معلش ما يهونش عليا بحبه، ينقل ابو الحب، ينقل على ابو الحب، حب ايه وليلتين من غير كرامه؟ والله ما ينفع. لازم تعمل لقلبك ستوب، بتقول له ستوب، اوف اوف كفاية 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 كفاية. انتي زعيق، بتزعقي لمين؟ ومين اللي في البيت بتزعقي له؟ والله العظيم ابدا ما فيش حد في البيت. ازاي يعني؟ انا سامعاكي. بصي انا ما بشوفش، انا بسمع كويس جدا. ايوه ده التيك توك. ايه التيك توك ده؟ ده بتاع كده بقى تنزليه على الموبايل، تقعدي بقى تغني عليه وترقصي وتعبري عن مش. خلاص خلاص الغدا خلص. اه خلاص الصلصه هي هتخلص، وهتدقي بقى احلى مكرونه من ايد صدفه. هما سموكي صدفه ليه؟ يعني صدفه حلوه، صدفه مهببه، صدفه ليه؟ والله العظيم انا ما اعرف، بس هي تلاقيها جت كده معاهم بالصدفه. بنتك فظيعه. فعلا كل الناس تقول لي يا بنتي يا صدفه احلى حاجه فيكي ضحكتي. فظيعه يعني بشعه، يعني مقرفه، يعني مميته. يعني بصي ضحكتك اوفر، صوتك اوفر، اكلك اوفر، كلك على بعضك اوفر. والله العظيم انا كنت متاكده ان انت لما هتعشريني هتعرفي ان انا انسانه مميزه اوفر وهتحبيني. بس بس روحي شوفي مين. شوفي مين. يا صدفه. ايوه جايه اهو. ايوه ما جايه اهو. هو ايه السرعه اللي بتتسرقوها دي؟ في ايه؟ اهلا. خش يعني بكل التمرد اللي انت فيه ده وما غيرتش البرفان بتاعك من اعدادي؟ خير؟ جاي ليه؟ ازيك يا ماما؟ ايه؟ عايزة نمشي يعني؟ يعني مش جديد عليك، ما انت بتيجي دايما تلمس الحيطة وتروح ماشي تاني. نفسي مرة نقعد نتكلم من غير ما نتقش في بعض كده، يعني مثلا اقول لك ازيك يا ديدي وحشتيني، تقولي انا كويسه يا دومه وانت كمان، هات لي كرواسون معاك، اقول لك العمليه الساعه كام، تقولي لي ما تيجي توصل لي انت. مين بقى اللي قال لك على العمليه؟ مفيش غير اونكلك يحيى اللي ما بيتبلش في بقه فوله. عامل ايه اونكل يحيى؟ ده بدل ما تشكريه. اشكره على ايه؟ اشكره على ان هو بيشحت بيا؟ يعني انت ما كنتش هتيجي تشوفني وتسال عليا غير لما تعرف ان انا في المستشفى. فريدة هاني. ايوه. احط لك ريحان على المكرونه؟ ياه، مكرونه بالريحان؟ اه حطي، وما تاكليش نص المكرونه. انا اصلا ما بحبهاش، انا عامله لنفسي شويه كشري عسل. مش عايزه قلي بصل في البيت. حاضر.
تيتي؟ نعم. ممكن بس أكلم معاكي كلمتين؟ أفندم. أنت خايفة ليه؟ عشان الحلم اللي حلمتيه امبارح؟ أنا أحلامي ما بتنزلش الأرض، من وأنا عيلة صغيرة أحلامي ما بتنزلش الأرض. أنا حلمت ببابا قبل ما يموت بيومين إنه وقع في بير الأسانسير، مات. حلمت بماما قبل ما تموت بيومين إنها وقعت بالطيارة، ماتت. إيه؟ أنا مش عايزة أموت دلوقتي يا ستي. أيوة حبيبتي بس ده مش حلم، أي حد بيبقى صابح عنده عملية بيجي له كوابيس. لأ، أنا عارفة نفسي، أنا مفيش حلم بيخيب معايا. فسيبوني في حالي ومش هعمل العملية. ممكن أقول لك حاجة؟ نعم. العملية دي ما فيهاش أي خطورة على حياتك. إزاي يعني؟ لأن المستشفى دي مستشفى محترمة، والدكتور مختار دكتورك وأنت بتثقي فيه، ده غير بقى إن الدكتور الألماني اللي هيعمل لك العملية دي عمل بدل العملية دي أكيد قد كده. طب وافرضي يا حبيبتي مت من البنج، افرضي مت من التلوث، افرضي وانا رايحه العمليه مت، عملت حادثه ومت، ها هتعملوا لي ايه ساعتها؟ بقول لك ايه، انا مش هعمل عمليه، انا مبسوطه بعمل، انا مش عايزه اموت، انا مرتاحه جدا كده، وسيبوني بقى في حالي. ها بقول لك يا شيرين، ما تيجي نكلم الدكتور ده نقول له يأجلها لحد ما أعصابها تهدى. الدكتور مسافر النهارده بالليل بعد ما يخلص العمليات. يا دي النيلة. طب أنا عندي ابن عمتي شغال في مستوصف، ما تيجي ناخدها يعمل لها العملية دي كده على الماشي. يا رب. ارحمني يا رب. امشوا بعيد وسيبونا، ليه عايزين تأذونا؟ امشوا بعيد وسيبونا، ليه عايزين تأذونا؟ أعوذ بالله أعوذ بالله، همشيكوا يعني همشيكوا، يانا يانتوا في البيت، يانا يانتوا، يا ساتر يا رب. وعلى عسلك يا بنتي يا صدفة. أمر أمر طبيعي. الله أكبر. من عين شريك رقيتك واسترقيتك، من كل عين شافيتك ولا صلتش على النبي. انتوا خندة يا فريدة يا بنتي نحمده. نحمده مين؟ ماما اسمها فوزية. انتي مجنونة؟ ايه الريحة دي؟ دي ريحة البخور برقيك عشان انتي محسودة، وانا متأكدة ان كل اللي انتي فيه ده ما هو الا عكوسات، واكيد اكيد في حد مشبشبلك. مشبشبلي؟ ده انا اللي هضربي 60 شبشب دلوقتي. بقولك ايه؟ العفاريت الزرق بتتنطط في وش، انا بقولك اهو. لا مش محتاجة تقوليلي، ما انا عارفة وانتي مش فريدة، انت العفريت، انا هوريكي عفريت، امشي عفريت. اسكتي بقى عليك، انا هخلي العفاريت الزرق تاكلي. يا لهوي البلاصة، حرام عليكي. ايه يعني كريستان جور؟ واحسن كمان، دي اول لبسة، دي ب 120 جنيه قبل الخصم. اطلعي بره، اطلعي بره، ما اشوفش وشك هنا، خدي البخور اللي هيموتني ده معاكي. ايه مدام ليلى؟ 200 500 جنيه. والنبي يا ست ليلى انت عسل، ده انا بقى هروق لكم عليها خالص. هي قالت لي بتدي جوزها الحبايه ايه تفوق ربع ساعه، احنا بقى عايزينها تفوق نص ساعه وساعه وثلاث ساعات، عشان ايه؟ كفاينا بقى احنا اللي فينا مكفينا. ها كده ايه الدنيا تفك معانا عشان احنا مش ناقصين. يلا الشفا يا رب. فريده هاني مش عايزه حاجه. اسمعيني بس، انا جبتها ايه يعني؟ ايه عصير يا لهوي؟ طب شفنا انا بقول لك اهو، طب شفنا واحده، طب خدي ولا هشرب حاجه مني. انت انا اللي بتحبني في ده. طرشت يعني؟ طرشت. بقولك ايه يا صدفه، ما تتصلبطيش، انت ياما خدتي علق، وهي اصلا ما ضربتكيش، دي شدتك من شعر. هي من دي اللي بتراعي مشاعري؟ دي ضرباني ومبهدلاني. وبعدين يا ليلى
انت قلتي المهندس ده هيهديها ربع ساعه، هي كده بقى لها ساكته اكتر من ساعه. سماعه؟ ساعه. اشاعه؟ يا بنتي بتقولك اكتر من ساعه. يا لهوي وقعت في البلاعه. لا 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 انا مش قادره استحمل. يا لهوي يا حبيبتي. يا ديدي ممكن ادخلك؟ دي ما بتردش. طب وبعدين؟ لا تكون في الحمام. لا لا انا بقول ندخل احسن. يلا استني ديدي ممكن ادخل؟ لا ما بتردش، لازم ندخل. يلا افتحوا كده. يلا هرب. يا حبيبتي فريدة. فريدة يا كسبتي. يلا يا حبيبتي. الله يخرب بيتك. فريدة اديتي كام قرص؟ فريدة اديتي كام قرص؟ انتي اديتي كام قرص؟ والله الله يخرب بيتك، قلت لك قرص واحد على كوبايه ميه. يلا وكده هتموت. يلا كسبتي. الله يخرب بيتك. حرام عليك، هتضيعي مستقبلي. فريدة رد عليا. فريدة فريدة رد عليا. فريدة رد عليا. فريدة رد عليا. فريدة رد عليا. فريدة 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 شيرين شيرين تليفوني تليفوني حبيبتي الحرام. ما تفرحي بيا، ده انا جالي الدلع كسان. قومي يا حبيبتي وانتي ما كنتي بيا يا عشرة العمر يا اختي. يا حبيبتي صدفة صدفة. يا ركب بقى ما تقعدش تزن عليا، ما قلتلك هفكر، ما تبقى الزنان كده. يوه لا مش كلش. ايه ده رجع؟ بقول لك ايه، البيت ده شكله مسكون، انا شايفه حد ماشي. ده حرامي ولا ايه؟ اطلع لي بسرعه يا رجع، اطلع لي بسرعه. يا لهوي حرامي يا حرامي حرامي يا لهوي يا رجع. اطلع يا رجع يا رجع. يخرب بيتك انت قفلت يا نادي يا معفي. يا لهوي اطلع. افرد يا ابا افرد. يا خرابي يا خرابي. هو قال لي ياما ياما تتلوى اما يرهبك. والله العظيم كنت فاكره جني. جن جن اما يركبك. ابوس الطاسه اللي انقذتني. اوعى كده. كويس انك غيرت البنطلون بدل البوليس ما يجي يلاقيك بالبيجام اهو. رجب انت ماسكه يا رجب وامسكه كويس لحسن يهرب منك. لا ما تخافيش، ولو فكر يهرب هزنه على دماغه، ده انا لسه مدياله طاسه جابته على الارض. طب ايه انت اللي مسكتيه ولا رجب؟ انا طبعا. هو رجب ده يعرف يعمل حاجه؟ برافو. سرق ايه بقى يا رجب؟ ملحقش ملحقش ياخد حاجه. طب عايز اسالك إيه هو منظره ايه؟ شكله ايه؟ ما انا عايز اعرف شكله. ولا وريني وشك ولا هتعمل لي المشبوه ولا فاروق الشاوي. يا لهوي ايه اخوكي؟ اخويا ده شكله مجرم قوي، انا خفت. يا نهار اسود، هو انت انا؟ مين ده؟ ده الولد حسين الميكانيكي يا فريده هاني. حسين الميكانيكي؟ ايوه، جوز البت الشغاله اللي اسمها سوسن اللي كانت سارقاكي في ال 10,000 جنيه. طيب والله امسكها ليه؟ انتوا مش خدتوا فلوسكم؟ لما اعرف خدت كام بالظبط؟ سويت وشي قدام الهانم الله يخرب بيتي. ومصحف الشريف ما خدت حاجه؟ لا اخدتي، طلعت الفلوس من شنطتك 10,000 جنيه، عايزه تاخدي ايه تاني؟ طب ومصحف الشريف ما خدت حاجه غير الفلوس؟ يعني ايه؟ ما هو اللي ياخد الفلوس ياخد اي حاجه تانيه. وبعدين قالوا للحرامي يحلف، قال له جالك الفرج، قول الكلام ده حلوه في الاسم. نهار اسود يا ست فريده، اسم لين؟ عملت ايه؟ عملتي ايه؟ ناقص تعملي ايه؟ وايه لازمته يا ست هانم؟ المسامح كريم، وهي عمرها ما عملت كده قبل كده. اه انا بقى مش كريمه ومش هسامح. طب انا هحلف لك على المصحف دلوقتي ان يوم مصحف ما هعمل كده تاني. لا يا حلو، انت مش قاعده هنا تاني، مش هسيبك تروحي لحد تاني تسرقيه. قولي الكلام ده في الاسم. لا لا يا ست فريده والنبي، طب انا هعملك اللي انت عاوزاه بس ما تودينيش يا حراميه. حضرتك الضابط وده جوز ست فريده. ايه يا ستي والنبي؟ ايه وايه؟ لا لا يا حسين الحاني. لا يا ست فريده والنبي يا ست وسيده، سيبوني من النبي. طب يا عم رجب والنبي. لا لا سيبوني والنبي. لا والله العظيم لو وريك ولايه ما عندكيش قلب. ما بقاش راجل لما جبت لمراتي حقها. والله العظيم ولايه مفتريه. انا هوريك والله. زمان لما كان النور بيتقطع كنت بفرح، كنت بحس ان انا عندي وقت لنفسي اهدي فيه اعصابي، اسرح افكر احلم. من شهرين النور اتقطع عندي وراح السرحان وخلصت الافكار، والنور اتقطع عندي ومرجعش. الضلمه اللي كنا بنحتاجها زمان عشان نعرف ننام بقت بالنسبه لي كابوس طير من عيني النوم.
شهرين قولي مش عارفه اذا كانت عينيا مقفوله ولا مفتوحه. الضلمه بالنسبه لي كانت اتموسفير رومانسي جميل، بس خلاص ما بقتش كده. بقت بالنسبه لي خوف، خوف من المجهول ورعب، وطول الوقت حاسه ان حد بيطاردني وعايز يأذيني. قعدتوا شهرين تقولولي انتي بيتهيألك. الحمد لله ان انا ما صدقتكوش صراحه يعني. يا تيتي يا جابت حبيبتي، انا بس عايزه اقولك حاجه. لولا الضلمه دي انا في حاجات كتيره قوي ما كنتش شايفاها. كنت شايفه الصداقه الجدعانه، كنت شايفه الناس اللي بتحبني بجد ومستحملاني. وانا مرات الحقيقه يعني ببقى مرات قليله ببقى عصبيه زياده عن اللزوم، وانتوا برضو بتستحملوني. مرات قليله وشويه زياده هما بيبقوا كتير، بس يقولوا عشاني. بحبك يا ريتي. تعبك راحه يا حبيبتي. عارفين انا نفسي في ايه؟ نفسي أشوف شيرين اللي دلعتني وأخدت بالها مني، وعايزة أشوف ليلى. الستات الجدعان اللي ما كانش ممكن يعدوا الشهرين اللي عدوا عليا دول من غيرهم. كنتش قادرة أستحمل لوحدي. والراجل الطيب ده اللي قاعد جنبي سندي وظهري وعشرة عمري، ما بتردش ليه؟ اوعى تكون بتعيط. ما تعيطش يا حبيبي، ما تعيطش. نفسي اشوف نادين عروسة ادم، الحيوان ده اللي ما ترباش بس انا هربيه قبل ما اديهولك. الله يسامحك يا ماما. وماجي كمان فتحت عيني على حاجات كتير كتير قوي. طب وانا فين؟ نسيتيني؟ يا ستي لو تصبري على رزقك شوية. ما أنا صبرة أهو، والخطبة كانت هتخلص وما جبتش السر. أنتي أجمل وأحن صدفة جت في حياتي. أنا حاسسها وما بستحملش. أهلا وسهلا، اتفضلوا. أهلا وسهلا، مين حضراتكم؟ أهلا وسهلا يا فندم، إحنا طبعا بنعتذر جدا إن إحنا طبينا فجأة عليكم من غير ميعاد، بس هو الحقيقة الموضوع مستعجل وما يحتملش الانتظار. فريدة، ان في اخت شين ردت عليا وقالت لي ان هم خلاص راحوا للست اللي شين خبطتها بالعربيه عشان يعني يرادوها وتتنزل عن انا معلش انا اسفه مش شايفه مش عارفه يعني ان في حد غريب. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء. هو انت ليلى؟ هو حضرتك تعرفيني؟ انا نيفين اخت شيرين. معلش انا مش فاهمه حاجه. مين؟ ايه اللي بيحصل؟ ولا انا كمان فاهمه حاجه. هو حضرتك اللي كلمتيني في التليفون دلوقتي من شويه صح؟ انا. طيب معلش من باب التاكيد يعني، هي مدام فريده الحمامصي كان حصل لها حادثه من شهرين؟ ايوه فن. طيب هو يعني يظهر كده ان خبط مدام فريده وجري بالعربيه كانت شيرين. شيرين مين؟ شيرين اختي. شيرين ازاي؟ شيرين اختي اللي انت بتقولي ان هي صاحبتك. هي شيرين عملت الحادثه دي امتى؟ من شهرين. يعني مش النهارده؟ هي عملتها من شهرين، بس هي راحت القسم النهارده عشان تعترف على نفسها وتسلم نفسها. معلش انا محتاجه اخش اوضتي. ماما مش حابه. انا كويسه. انا كويسه. ما تقلقش يا ريت، ما تقلقش. انا معايا. يا جماعه واضح ان يعني. طب اسمح لنا يا فندم بس ندخل في الموضوع اللي احنا جايين علشانه. هو طبعا احنا مهما قلنا اي كلام او قدمنا اي نوع من انواع الاعتذار مفيش حاجه هتعوض اللي حصل لمدام فريده، علشان كده احنا حابين نسمع منكم. تسمع ايه حضرتك بعد المفاجاه دي؟ شوف حضرتك، هو مفيش اي حاجه هتعود عليكم من بهدله شيرين. وبعدين يعني الحادث حصل يعني بالخطا، يعني زي القتل الخطا كده، مش قتلي طبعا، يعني هو حادث غير مقصود. فشوفوا حضرتك التعويض المناسب ايه واحنا تحت امركم. تعويض؟ يعني ايه تعويض؟ فلوس؟ ادم
عايز تدي لأمي بدل عينيها فلوس. طب كام؟ كام؟ عينيها تسوى كام؟ بعدين يا ابني ما ينفعش كده. أنت ده الضيوف عندك في البيت. أنت مش سامع بيقولوا إيه؟ يا فندم أنا مش قصدي يعني تعويض فلوس. بص حضرتك يعني هقول لحضرتك حاجة. دلوقتي أنتوا ناس محترمين وأفاضل ومش حمل بهدلة محاكم ولا إحنا كمان. فيعني بعد إذن سيادتك لو تتفضل مدام فريدة وتشرفنا وتنورنا وتروح الاسم تعمل محضر صلح يبقى الموضوع اتحل. ايه ده ممكن تيجي معايا؟ استني يا نادين اما نشوف البهوات هيدفعوا كام. ايه ده خلينا نشوف بس طنط فريدة عايزه ايه. يا فندم لسه في تحقيقات ولسه المسؤوليه ما وقعتش فعلا على شيرين. محدش يعرف اذا كانت هي اللي عملت كده ولا لا. ف ممكن نتكلم بعد اذنك لوحدين على انفراد. اتفضل يا فندم. اتفضل. دي مش ريحتك يا شيرين اللي انا متعوده عليها. دي اكيد ريحه الحجز. اقعدي واقفه ليه؟ ده قلقان عليكي قوي. اول مره اتصل بيكي في التليفون وما ترديش عليا. عمري ما خفت على صاحبه ليا قد ما خفت عليكي. لما ليلى قالت لي انك انت عملتي حادثه وخبطتي واحده ست حمدت ربنا. حمدت ربنا انك انت كويسه وبخير عشان انا عمري ما خفت على حد الا على ابني ادم. وقلت كويس ممكن نراضيها بكلمتين ونخليها تتنازل. ممكن بس انا مش عاوزاكي تتنازلي يا فريد. مش عاوزاكي تتنازلي والله. بس اختك وجوزها جولي البيت وعايزيني اتنازل. انا ما طلبتش منهم كده. انا جيت هنا عشان انا راضيه باي عقاب. انا زيك بالظبط يا فريد. من يوم الحادثه وانا ما بنامش. أنا مش بقدر أبص لنفسي في المراية. وكل مرة كنت بحاول أقولك وما بقدرش. كنت بكره نفسي أكتر وأكتر. تفتكري لو اتنزلت ممكن ننزل من هنا أصحاب زي ما كنا؟ نحب بعض نضحك ونخرج ونعيش مع بعض زي ما كنا؟ ولا ممكن ننزل من هنا متفرقين وننسى العيش والملح اللي كان بينا وكل واحد يروح لحاله واعتبرك ست غريبة خبطتني ورمتني على الرصيف ومشيت؟ فريدة أنا اللي كنت عايزاكي تتنازلي ما كانش زماني بقيت هنا. أنا هاخد جزائي وأنا راضية راضية باللي ربنا رايتهولي. أنا كل اللي عايزة أطلبه منك حاجة واحدة بس يا فريدة، إنك تسامحيني. أي عقاب من غير ما تكوني مسامحاني مش هيريحني. أعملي فيا اللي أنت عاوزاه، ما تعرفينيش تاني. أي حاجة أنت عاوزاها أنا مستعدة أعملها. بس قبل كل ده قولي لي بس انا مسامحاك يا شيرين. ارجوك يا فريده قولي لي انا مسامحاك يا شيرين. ارجوك سامحيني. ارجوك. احنا قدامنا قد ايه؟ الساعة كام؟ لسه يا فريدة هنا. بس لو حابة ممكن تتفضلي. انا ممكن اقوم اوصلك. انتي مين؟ انا شيرين. ما تخافيش انا معاكي في الجروب ثيرابي.
نو نو ميرسي ميرسي محمد. انا هنا يا ديدي هانم. بيان مش شايفه. ميرسي شكرا. اورفوار. فريده هانم صباح الخير. مين اللي اداكي النمره؟ اصل انا كنت بفكر اعدي عليكي ونروح الجروب سوا. تعدي عليا بتاع ايه؟ مين اللي اداكي النمره؟ من الدكتوره منال، ما هي معاها كل ارقامنا. الدكتوره منال دي هي انا هشتكيها في النقابه، مش من حقها تدي نمر لحد. طب انت بتعتذري لي عشان اخدتي النمره من غير ما تستاذني، تقوم تيجي البيت من غير ما تستاذني ازاي؟ ازاي يعني؟ ما انا جايه عشان اتاسف والله. انا مش عايزه اسف، يلا اطلعي بره، اطلعي بره، هجيب البوليس، يلا خدها بره. حاضر. يلا. يلا. هبلغ البوليس. اتأخروا كده ليه؟ معرفش الغيب حكيته معايا وانا اتحبست قبل كده. انا ان شاء الله مش هطلع من المكان ده الا وانا اختي في ايدي. ان شاء الله، بس الموضوع مش في ايدينا. اقول يا رب يا رب. بس هو المحامي قال لي ان شاء الله ممكن تخرج بكفاله. ايوه ايوه ان شاء الله. امال ليه بخوفني؟ ما هو قال، بس لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل. العربيه بتاعت طرحي لازق جت اهي، يمكن هي فيها ان شاء الله. ان شاء الله هي دي معادها. اللهم اني لا اسالك القضاء واني اسالك اللطف فيك. تعالي يا شيرين. عامله ايه يا حبيبتي؟ هتضايقك؟ فين المحامي؟ كلمه اهو الاستاذ يحيى وصل. صباح الفل. صباح الخير. ازيك يا شيرين؟ يا على مهلك بس. فضل يا استاذ، على مهلك بس. انا معاها. شيرين مخرج الوحيد اللي قدامنا دلوقتي عشان اقدر اخرجك ولو بجدالة انك تنكري كل الكلام اللي انت قلتيه في الاسم قبل كده. انكر ازاي؟ أنا اعترفت في المحضر خلاص بكل حاجة. يا حبيبتي، محضر الاسم ممكن أتراجع فيه. ممكن نقول إنك ما كنتيش في وعيك. ممكن نقول إنهم ضغطوا عليكي بشكل أو بآخر. إنما الكلام اللي أنت هتقوليه النيابة دلوقتي مش هتعرفي تغيريه أبداً. أنا عارف إن فريدة أعصابها تعبانة من الصدمة، لكن بكرة كده وأنت كمان. أنا متأكد إنك تعبانة. بس في حجز امبارح بقى لحد النهارده قعدتي وارتحتي وفكرتي، واديكي شفتي الحجز. الحجز اللي انت شفتيه ده بقى او السجن اصعب منه 1000 مرة من اللي انت شفتيه. من فضلك انا هحفظك شويه كلام. هتخش عند وكيل النيابه هتقوليهم هم بالظبط. ممكن عندك حاجة تانية عايزة تقوليها؟ لا ما عنديش. اكتب يا ابني. وقد أقرت شيرين إبراهيم المحلاوي بأنها قد صدمت بسيارتها المدعوة فريدة توفيق الحمامصي، ونأمر بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق وعودتها إلى محبسها. متخافيش يا حبيبتي، أنا متأكد إن هي موقفها في القضية كويس جدا علشان سلمت نفسها واعترفت. تفتكر كده؟ أنا متهيألي كده، وبعدين الأستاذ يحيى ده راجل محامي كبير قوي، أكيد عارف هيعمل إيه. ربنا يقدره عليها. وبعدين مفيش فايدة. مفيش فايدة في إيه يا متر؟ أختك مصرة على اللي في دماغها. شيرين. حبيبتي ما تخافيش، كلنا معاكي وربنا فوق الجميع، وهجيب لك اكل وهوصي عليكي ما تقلقيش. ما تخافيش يا شيرين، ايام وتعدي. خير ان شاء الله. اعتبريها تجربه، ايام وتعدي يا حبيبتي. متر احنا موضوع الاربع ايام ده يعني ايه بالظبط؟ وضعها ايه؟ ربنا معاكي، ربنا هينصرك ان شاء الله، انا مش هسيبك. اصبري بقى، 4 ايام ايه يعني؟ يا جماعه ما فيش داعي للقلق.
أربع أيام دي مجرد إجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيق مش أكثر من كده. يعني هي لسه هتقعد أربع أيام في الحجز تاني؟ مش هتستحمل والله. يلا 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 مدام، مفيش داعي الوقفة هنا. يلا اتفضل اتفضل. دي غلبانة مش هتستحمل كده. ايه ده كل الحاجات دي؟ تسلم ايد اللي اشترى. طب واللي نقى؟ واللي فاصل؟ وده انا شلت لحد ما بقاش فيه مفاصل. عسل يدجى راجع. ازيك يا صدفه؟ شكرا. انت عايز اقول لك حاجه. ايه؟ ما تبي تقولي لفريده هانم اللي انا قريب يعني حاجه اشرب معاها فنجان قهوه. نعم يا اخويا. اقول لها ايه؟ في يا بنت ما تقولي لها اللي قلت لك عليه وخلاص، ما تقطعيش يا بنت برزقك. دي ايه يا اخويا؟ طب بقول لك ايه، ابعد بقى عنها اليومين دول خالص، عشان لو شافتك هتعمل منك شرايح بسطرمه، ولو انت لمحتها كده بالصدفه اعمل نفسك ميت. ليه ليه يعني انت بتتكلمي عن مين؟ ليه هي مين دي يعني؟ دي هانم يعني. يعني عادي كده؟ طب خش لها كده وريني فتحه السد. ما يصحش اخش على الست. ازيك يا رجب؟ ازيك يا صدفه؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ علي؟ طب هستاذن انا يا صدفه، بقى هدي عليكي في وقت تاني. اتفضل يا خالص. هو العطا رسي على رجب افندي ولا ايه؟ لا والله ولا رسي ولا حاجه، انا لسه حاطاه تحت الاختبار. طب ومتولي؟ بردك تحت الاختبار. المهم سيبك منه، فريده هاني من النهارده مش في المول. مش في المول؟ امال فين؟ امال فين ايه؟ مش في المول يعني مزاجها متعكر، فانا قلت اقول لك بقى عشان خاطر هي قافله على نفسها من الصبح، فلو دخلت لها خلي بالك حاجه تيجي فيكي كده تيجي فيكي كده. اهو بامنتك. ما تقلقيش، انا اصلا جايبه لها خبر هيفرحها قوي. خير؟ طب ما تفرحين انا كمان. انا حامل. يا صلاة النبي. اوي والنبي بجد؟ طب ود ولا بنت؟ بس بس هتبوظي المفاجاه. طب بصيلي بصيلي عشان يطلع شبهي. لا مش عايزه يطلع. يا نانا يا نانا. طب خشي لها بقى فرحيها. تعال. حامل مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. وعلى فكره انا لسه عند وعدي، لو جت بنت هسميها فريده. انا اول ما عرفت جريت جري على شيرين وقلت لها، وبعد كده جيت لك على طول عشان اقول لك. هي بتسلم عليكي على فكره. وايه كمان؟ خلاص بقى يا ديدي. فريده هانم. اسمي فريده هانم. بصي انا عارفه ان انت زعلانه، وانا كمان والله كنت زيك، بس لما رجعت نفسي لقيت. كنت زي ازاي يعني؟ حد خبطك بالعربيه وضيع نظرك؟ ولا يمكن كنت معاها في العربية وهي بتخبطني؟ أنا؟ أمال أصحابي إزاي؟ هي ما قالتلكيش إنها خبطتني؟ ما أنتوا الاتنين اتقابلتوا عند الدكتورة منال عشان تراقبوني وتعرفوا إذا كنت هبلغ البوليس ولا لأ؟ يا مصيبتي السودة، إيه اللي أنتِ بتقوليه ده؟ أنا مالي؟ أنا جاية بس وسط خير والله. بقولك إيه؟ بطلي تمثيل بقى. انتوا الاتنين بطلوا تمثيل عليا، كفايه بقى اللي انا شفته من وراكم. لا انت كنتي فين؟ كنتي فين ليله الحادثه؟ لا 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 لا، ده انت كده هتلبسيني تهمه. شيرين ضحكت عليا واستغفلتني، وعارفه ان انا مش هشوفها ومش هعرف حقيقتها، خلتني اصدقها واحبها واعيش عندها، وخلتني ابقى قريبه منها، وطلعت كدابه في كل حاجه. حرام عليكي يا فريده تقولي على شيرين كده، هي مش كده خالص. طب تعالي نرجع الموضوع من الأول. هي صح خبطتك وهربت، بس رجعت على طول عشان تدور عليكي، لأن ضميرها ما خلاهاش تستحمل اللي هي عملته، ولما عرفت اللي حصلك دورت عليكي لحد ما عرفت بيتك وقربت منك، مش عشان تضحك عليكي، لا عشان تساعدك. وكانت في كل مرة بتجيلك البيت بتبقى عايزة تقولك، بس هي جبانة، شجاعتها كانت دايما بتخونها. اه هي قالت لك كده بقى وصدقتيها ولا ايه؟ لا مش هي اللي قالت لي كده، ده اللي انا شفته بعينيا وحسيته وصدقته. صدقيني يا فريده، انا كل مره كنت بشوفها جنبك وبشوفها ازاي مهتميه بيكي كنت ببقى مستغربه قوي، وبقول معقوله لسه في ناس كده؟ انت ما كنتش بتشوفي الدموع اللي في عينيها وهي بصالك؟ ارجوك يا فريده راجعي نفسك عشان خاطر ربنا. طيب يعني أنا عايزة أسألك سؤال، يعني لما هي ضربتني بالعربية ورمتني على الرصيف ما أخدتنيش ليه أول مستشفى؟ مش يمكن ما كنتش فقدت نظري بقى ساعتها؟ لو كانت لحقتني ده استهتار. لا يا حبيبتي مش استهتار، ربنا له أكيد حكمة، حكمة في إنها تخبطك، وحكمة إننا نتقابل ونبقى أصحاب ونقرب من بعض، حكمة ربنا وحده هو اللي يعلمها.
دي مش حكمة، ده استهتار. طب ليه ما تقوليش إنها بني آدم عادية اتحطت في موقف أكبر منها وصعب عليها قوي؟ طب بذمتك في كم بني آدم بيخبط حد بالعربية ويسيبه كده مرمي في الشارع وينسى الموضوع؟ طب بلاش دي، افتكري لها أي حاجة حلوة عملتها عشانك. عملتهاش عشاني، عملتها عشان تداري على روحها. طب أقولك على حاجة، افتكري إنها عرفتني عليكي وبقينا صحاب، وأنا جبتلك صدفة وبقت قاعدة معاكي هنا ومونساكي. صدفة كويس إن أنا مستحملها تصدقي بقى، ومش قاعدة لي ببلاش، ما هي بتقبض. طب بلاش صدفة، افتكري إنها دايما كانت بتروح معاكي عند الدكتور، وكانت هي اللي بتعمل ترتيبات العملية واخدة بالها منك طول الوقت. انت عايزة تقولي ايه من الآخر كده؟ بتلفي وتدوري على ايه؟ اصل استاذ يحيى قال ان ممكن يبقى ليها فرصة انها تخرج لو انت اتنزلتي. هو يحيى لسه بيدافع عنها في القضية؟ تعرفي انا ست حمارة وغبية، انا ما كانش لازم ادخل حياتي ناس غربة معرفهمش ومش شايفاهم، كأنكم من بقيت عيلتي. أنا كان لازم أبقى لوحدي، قفل عليا بابي ولوحدي. إيه يا حي، أنت زعلان مني ولا إيه؟ لا ديدي، إحنا عشرة عمر، ما أقدرش أزعل منك. أمال ما سألتش عليا يعني، ولا جيت لي من يوم ما كان صالح عندي، ولا حتى جبت لي الشوكولا اللي أنا بحبها. أنا آسف، في دي عندك حق، هروح أجيب لك واحد. لا لا لا، أنا بهزر معاك، لسه الشوكولاته اللي انت جايبها لي لسه عندي ما خلصتهاش. وليه لا؟ ما انا كنت بجيب لك العلبه بتاكليها في نص ساعه، ما بتعزميش عليا حتى بواحده. يا ديدي كبرت ولا ايه؟ باين كده كبرت، الشهرين اللي فاتوا دول قطموا وسطي. بعد الشر عليكي، قولي الحمد لله. الحمد لله. ايه بقى الموضوع المهم اللي انت مش قادر تقوله لي في التليفون؟ أنا كنت كلمتك قبل كده إني هجيب لك محامي عشان موضوع الأرض بدالي. هو بقى أنت بتعاقبني عشان قلت لك تسيب قضية شيرين، وأنت مسكتها وجبت لها سن؟ شيرين إنسانة محترمة وخدومة وجدعة وبتحبك يا فريدة. يوم ما فكرت تبيع العربية علشان تعملي العملية بتاعتك، البنت ما سكتتش، جريت على البنك وسحبت كل الفلوس اللي عندها وجابتها لك. يعني إيه؟ يعني شيرين هي اللي ادتني فلوس العربية؟ لا، هي جابت لك الفلوس بتاعت اللي جابتهم من البنك، وبعدين لما لقيتك ما كملتيش يعني نزلت عشان تدور على مشتري. شيرين انسانة كويسة ما تستحقش السجن، لكن هنعمل ايه؟ العدالة حاجة والقانون حاجة تانية. عموما لسه في استئناف. هو في اي حد فيكوا حاسس بيا؟ حاسس باللي انا فيه؟ أنا أول مرة في حياتي أفكر إن أنا أعمل زي ماما وانتحر. أمل ليه كده يا ديدي؟ ما تفكريش بالطريقة دي. أعمل الاستئناف وإن شاء الله هتخسره. قصدك إن أنا محامي فاشل مش كده؟ ما قلتش كده أنا. لا قصدك يا ديدي، شوفي بقى، لو أنت وأخوكي شايفين إن المحامي المحترم في الزمن ده بقى فاشل وخايب فأنا كده، لو أنت وأخوكي شايفين ان المحامي لازم يعمل العيب الوسخه ويستغل الفساد والشهادات الزور وحاجات كتير انت ما تعرفهاش، يبقى انا فعلا خايب. انا عمري ما طلبت منك حاجه غير قانونيه، وبعدين انت اللي هتترفع لي في قضيه الارض بتاعتي، مش محامي تاني. بقول لك ايه يا ديدي، لا في محامي اول ولا في محامي تاني، مفيش قضيه من اصله. يعني ايه؟ هو صالح عمل حاجه؟ لا صالح ما عملش حاجه، باباه هو اللي عمله. باباه كتب الارض بيع وشراء لصالح من قبل ما يتوفى. بتقول ايه؟ مستحيل ده يحصل. هو ده اللي حصل يا ديدي، ودي صور العقود وفيها كمان مستخرجات رسمية. اتفضلي. يمكن مزورة. لا يا ديدي، انا اطلعت على الاوراق ديت وكلها رسمية ومظبوطة. مالي حاسه بارتباك وبحاله مش عاديه، عقلي اتجنن معاك مش عارفه اللي فيا، قوم فض الاشتباك او خبي عنك شويه، انا واقعه في جبك، انا نفسي اطير فرحانه جدا ودايبه وبغير، حاسه بسعاده وده احساس خطير. ايه ده ايه ده ايه ده؟ السلام عليكم. انت كنت فين يا صدفه؟ وايه اللي انت عبناه في نفسك ده؟
يا حبيبتي صدفة بقت عروسة أنا جهزتها هي ورجب وجوزتهم وقاعدين فوق السطوح. مبروك ألف ألف مبروك يا صدفة، والله فرحت لك. بس أنا برضو زعلانة منك، يعني هي العروسة تقعد كده ما تردش على الناس وتختفي منهم وتقعد أكتر من كده كمان؟ عروس عروس، عقبالك بقى يا أنسة شيرين كده ما ربنا ينفخ في صورتك إن شاء الله وتتجهزي جهازي. هو جهاز باين يعني. مالها أدائها عامل كده ليه؟ شفتي من ساعة ما بقيت عروسة بتتكلم كده خالص. عروسة كسوفة ننوسة. بكرة تبقي منحوسة. لا أنا مش عايزة أتجوز يا حبيبتي. أنت بتقولي فيها ده شيرين العرسان كانوا عليها أمم كده في السجن؟ آه والله يا زيتي. ليه هي كانت مسجونة في عنبر الرجالة؟ لا أمال السجينات كانوا بيجيبوا لها عرسان تبعهم. لا ما عجبكيش أي حد هناك؟ يعني كانت البشله في بوشه كبيره شويه. بقول لك ايه يا فريده هاني؟ قولي يا حبيبتي. انا امبارح حلمت حلم كده وفي حاجه كده جت قالت لي حاجه في دماغي، فعايزاكي تحلفي بالله انك تقولي لي الحقيقه. والله هقول لك الحقيقه. قولي. هو انت مش مفتحه؟ انت مجنونه يا ست انت؟ يعني هخبي عليكي ليله وانا مفتحه؟ هي متصوره ان انا مفتحه ومراقباها عشان ايه يعني؟ في ايه؟ ليه كده يا صدفه؟ عشان كل الابطال في الافلام بيعملوا كده، زي فيلم الشموع السوداء، ها الاستاذ صالح سليم وانت سيد العارفين طبعا. فاكره في الفيلم لما عمل نفسه ان هو لسه ما فتحش لحد ما شاف الوليه وهي بتقتل الراجل؟ هي كمان عامله كده عشان تكشف بقيه ابطال الفيلم اللي هم احنا، عشان تشوفني بقى بسرقها ولا منهبها ولا بعمل فيها ايه. فانا هموت واعرف الحقيقه. ورحمة البعيدة أمك أنا مش شايفاك. طب دول كام؟ 5. شفته عشان أقول لكم. ما أنت تلاقيكي عملتي كده. حفظاني وفهماني. سلام عليكم. رجع. Oh my wife. Husband everybody. إيه ده إيه ده إيه ده إيه التطور ده كله؟ بس في بنات قاعدة ما تعملش كده. الحمد لله فرفورة إنك مش شايفة اللي إحنا شايفينه. إيه في إيه؟ طاجن من فوق وتنوره من تحت. طاجن؟ حاطط طاجن على راسه؟ اه عامل تسريحه الطاجن اللي هي البنك دي. لابس جونيلا؟ الوان الجونيلا. يحيى. ديدي وحشتني يا يحيى. ايه يا ديدي؟ سافا؟ ليه بتعملي فينا كده؟ ليه قصدي تقدينا عليكي؟ عموما الف حمد لله على سلامتك. وانا كنت والده يا يحيى، انا كويسه. امال كنت فين؟ انا كنت نايمه قطع كل التليفونات وقفل عليا ونايمه بقالي شهرين ما نمتش. الحمد لله على سلامتك يحيى. نعم يحيى، انا عرفت اللي انت عملته وعرفت موضوع العربيه وانا بجد تعبتك قوي قوي معايا. سامحني واوعى تزعل مني يا حبيبتي. انا عايش عشانك. ربنا يخليكي ليا يا رب. مفيش راجل زيك في الدنيا دي يا يحيى. ولا في حد بجمالك وطيبتك. بس انا هرجع لك كل الفلوس تاني، كل الفلوس. انا ما احبش ابقى مديونه لحد. حاضر حاضر. وبما ان يعني القعده هنا هتطول، اون سكوند اسكيوزي موا، هلبس واجي لكم. صدفه تعالي. ايه دي؟ ده صدفه؟ تعالي يا حبيبه قلبي. تعال على اذنك استاذ يحيى بس عشان جوزي بيزعق. تعالي حبيبتي. على مهلك يا قمر. بجهز لك بقى حته طقم يا شيخ. خليك عروسه. والله ما مصدق اللي بيحصل ده. طب المحضر اللي انا عملته في الاسم هقول فيه ايه؟ هقول لهم كانت نايمه في بيتها وفي سريرها كمان؟ قول لهم اي حاجه يا يحيى، انت هتغلب يعني. ايه تقضيلي فين؟ ايه كل ده بتلبس؟ ما انت عارفه عمتك. احنا هنفضل مستنيين كتير ولا ايه؟ معلش يا صالح بيه، ما انت عارف فريده هانم بتحب يعني تعمل مكياج براحتها وتلبس برانيت. المهم ان احنا اطمنا عليها. مين دول؟ دول صحاب فريده الانتيم دلوقتي. اه مجانين يعني. طبعا اذنكم بس هدخل لها انا. ازيك يا فريدة؟ مون ديو. مين؟
مش عارفين يا فريده ولا صالح. صالح ازيك صالح؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا بقالي مده قاعد بره، قالوا لي بتغير هدومها اتاريكي نايمه. مش عارفه ايه اللي بيحصل لي، انا بقالي 3 ايام بنام على روحي فجاه كده روح طبه نايمه. انا اسفه يا صالح، انا عرفت انك انت رحت زرت ماما. ايوه مين قالك؟ عبده قال لي، ما انا كنت عندها وهي كانت مبسوطه قوي قوي قوي. مبسوطه مني؟ ها لا مني، انا اللي بروح لها على طول، انت مش بتروح خالص يا صالح. ايوه طبعا طبعا طبعا.